تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج المشهد، والذي نسلط فيه الضوء على نتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية على ضوء ما أفرجت عنه اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من نتائج. معي في هذه الحلقة سيدي محمد ولب الأعمش، المدير الناشر لموقع مراسلون. أهلا وسهلا. أهلا. يعني فاز الحزب الحاكم بكل المجالس الجهوية وكل نواب الشوط الثاني من هذه الانتخابات، ودخل في منافسة قوية على المعارضة في معاقلها. بالنسبة لك، ما الذي تعنيه هذه المعطيات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، الحزب الحاكم كانت لديه دوائر كثيرة في الشوط الأول، وكانت هناك صعوبات وهناك مشكلة في تقدير النتائج. لم يكن بمقدوره أن يعرف أنه سيسقط في الدائرة كذا من الدائرة كذا، ومع ذلك هم قالوا، وهذا صحيح ما قالوا، أن المعارضة فازت فقط في دوائر نسبية في بالنسبة للنواب، أنه المعارضة لم تحصل على أي نائب من دوائر الأغلبية، وإنما فازت في دوائر نسبية. أعتقد أنه في الشوط الثاني استعاد قواه، قام بتقييم بطريقة سليمة، يعني الدوائر التي خسر في الشوط الأول أراد أن لا يعيد الكرة، وأن أراد أن يستفيد من أخطائه في الشوط، وجد الوقت الكافي لكي ينظم صفوفه، وأفرزت نتائج الشوط الأول عن المكاتب التي يضعف فيها الحزب الحاكم. إذن وجد معلومات يمكن يبني عليها القراءات المستقبلية، ومعروف أن الحزب الحاكم لديه إمكانيات وآليات لا توفر لدى الأطراف الأخرى، متعلقة بإمكانية الضغط، بإمكانية الإغراء وغير ذلك، وهذه نتيجة طبيعية لأن يحصل على 22 دائرة، وإن كان أغلب المراقبين كانوا يتوقعون أن يخسر دائرة أو اثنتين كاستثناء. وفيما يتعلق بهذه المعطيات، ما الذي تعنيه بالنسبة للمعارضة؟ ما الذي يفسر هذا الضعف وعدم القدرة على الفوز بأي مقعد برلماني في الشوط الثاني وأي مجلس جهوي من المجالس التي كانت تخوض فيها منافسة؟ أنا أعتقد أنه في ظل المعطيات المتوفرة الآن، فإنه لا يمكن لمعارضة متفرقة، معارضة يمكن أن نصفها بالضعيفة، أن تحصد كل هذه الأشياء مرة واحدة. ما حصلته المعارضة في الشوط الأول كان فوق التوقع في ظل الظروف والمعطيات المتوفرة. لا يمكن أن نتوقع من 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 من, من من حزب لا يوجد لديه منسقية في ولاية معينة أن يحصد مجلسه الجهوي، وهو قد حضر إليها حديثا، باستثناء حزب تواصل للتوجه الإسلامي لا توجد ممثليات لدى أغلب أحزاب المعارضة في مناطق الشرق، مثلا الحوض الشرقي، الحوض الغربي، العصابة، لا توجد ممثليات إلا باستثناءات قليلة. هناك حاتم في العيون، وبعض الأحزاب مثل التحالف الوطني الديمقراطي في العصابة قليلا، واستثناءات بسيطة. خارج هذه الاستثناءات والمحدودة كما والمحدودة مكانا، لا يوجد وجود حقيقي للمعارضة خارج المقشوط، وبالتالي يظل تركيزها على الإعلام الذي يطال الجميع، على الدوائر التي لم يليها الحزب الحاكم أهمية بالغة، وبالتالي يتفرغ، تكون هذه منطقة خصبة للمعارضة. أعتقد أن هذه الدوائر، قلت أن هذه دوائر أنها قلاع المعارضة، هذه لم تكن قلاع المعارضة، هذه وجدت المعارضة نفسها تفوز بها في غفلة من الحزب الحاكم سنة 2013. إذا كنت تقصد قرو، إذا كنت تقصد واد الناقة، هذه الدوائر التي كانت للمعارضة وكسبها الحزب الحاكم كانت الحزب الحاكم وخسرها سنة 2013. أعتقد أن الأمر، لكن ما الذي يفسر خسرانه لها في 2013 وفوزه لكل منطقة تفسير؟ لنترك قصة التزوير والإشكالات سنتحدث عنها لاحقا، نتركها جانبا لأنه لا توجد لدينا بينة حولها.
بالنسبة لي هناك مسألة ترحيل، هناك هجرة انتخابية، عنها البعض تتعلق بالحزب الحاكم. أفادت الحزب الحاكم في دوائر الداخل مثل وادي النهك، ولكنها أضرته في السبخة حينما تقوم بهجرة من 1000 شخص و2000 شخص من عمال السبخة ليصوتوا في واد الناقة أو يصوتوا في قرو أو يصوتوا في مكان آخر، فإنك تنقص الساكنة في السبخة من هذه الكتل الانتخابية، وبالتالي تلاحظ أن النتائج المكشوف متأثرة. تلاحظ أن من بين 18 نائب حصل الحزب الحاكم على 3 فقط، يعني 1 على 6، ومن بين الدوائر 9 تأكد فوزه في 5، ما يزال منها محل تنازع بينه وحزب التواصل، ما يزال مثير للجدل. وأما السبخة خرجت عن دائرته، عرفات خرجت عن دائرته، وتوشني خرجت عن دائرته، إذا وفاز بنسبة ضئيلة في الدوائر، وحتى في المجلس الجهوي في نواكشوط فاز بصعوبة فيه. وهناك مشكلة أيضا في الحوض الغربي، يتم حديث عن 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 عن, عن أحد الأحزاب هو حزب التواصل يقول ان المعطيات انه فاز في الحوض الغربي. عموما اعتقد ان الامر يتعلق بتقدير من سيصوت له الناخبون، وبالتالي المعارضه اعتبرت ان هذه الدوائر دوائرها وانها قلاعها كما يسمى، وبالتالي تكاسلت فيها. الحزب الحاكم اجتهد على هذه الدوائر لانه خسرها سنه 2012 وركز عليها وبالتالي كسبها. لكن من زاوية تحليلية بحتة، ما الذي يفسر سعي الحزب مثلا إلى الفوز في واد الناقة والتخلي بهذه البساطة عن السبخة مثلا؟ ما الذي من زاوية تحليلية ما الذي يمكن أن يفسر هذا التصرف؟ الأمر يتعلق بعدم تنسيق، لأن المترشحين في واد الناقة أو في طنطان أو في مكان آخر من داخل البلاد لا يهمهم الحسم في نواكشوط، يعني لا يوجد تنسيق بهذه الطريقة التي نفكر الآن بها. إذا أنا مترشح نائب أو عمدة في بوتريميت أو في مكان من الداخل، يهمني أن أحصد أن أوفر الأعداد الكافية لإنجاحي وتغلبي وكسبي لهذا المنصب، ولا أفكر في خسارة حزبي. وحتى لو لا يوجد تنسيق، تريد أن تقول لا يوجد تنسيق بين المترشح وبين الحزب؟ نعم، لا يوجد تنسيق. هناك يافطة بطاقة خضراء أعطاها الحزب لهذا الشخص أنه مترشح وأنه مثل الحزب الحاكم، وبالتالي في حالات نادرة يتم التنسيق معه حول فلان مغاضب يجب أن تقنعوه بأن يعود إلينا، والكتلة الفلانية مغاضبة وغير ذلك. باستثناء عدا هذا لا يوجد تنسيق كبير. أنا أقوم بالتعبئة نفسي بمواردي، وهناك مساعدة بسيطة لا ترقى إلى إنجاح لائحة بها. قبل أن نبتعد عن موضوع المعارضة، المعارضة تشارك في هذه الانتخابات بأكبر تحالف تعرفه في تاريخها، لكن رغم ذلك لم تستطع حسم أي مجلس جهوي مثلا أو أي نائب. هنا ما الذي يعنيه هذا؟ هل وصلت المعارضة إلى هذه الدرجة من الضعف رغم تكتل أكبر أحزابها في الشوط الثاني من الانتخابات ورغم دعم الأحزاب المعارضة الأخرى لها؟ أولا هناك معطيات يمكن أن نبني عليها هذا الشيء، أن المعارضة وجدت نفسها في غفلة باغتت الانتخابات، إذا لم تقم بتحضير جيد لا على مستوى التنظيم، تفرغت لعقد اتفاقات وأمضت كثيرا من الوقت في هذا الشيء، ولكنها لم تحضر تحضيرا كافيا خاصة من الناحية المادية. وتعرف أن الحملات في موريتانيا وفي كل مكان لابد لها موارد هائلة. الشيء الثاني، نحن في ديمقراطية ناشئة وفي مستوى من الوعي ناشئ، ومستوى الخطاب الذي تقول المعارضة أنها ترسله للشعب الموريتاني وغيره لا يصل بنفس الدرجة، يصل في حالات نادرة. وهناك النظام والحزب الحاكم وأنصار الحزب الحاكم يجعلون غطاء واقي بين جمهورهم في الريف مع هذا خطاب المعارضة، لأن تلاحظ أنه في بعض الدوائر في خاصة في الداخل البعيد الريف البعيد أن السب بالمعارضة مثل السب بشرب الخمر،
يعني هذا فلان الفلاني معارضون، يعني كأنها مجتمع. وبالتالي لا يمكن أن، وأغلب الولايات المجالس الجوية تعتمد على الريف، ترزع عندك هناك ريف واسع، الأصابع ريف واسع، الحوضين كل حوض ريف واسع، إذن يعتمد هذا على طبقات مختلفة وعلى أنماط مختلفة وعلى وجود للأحزاب في كل، تلاحظ أن الحزب الحاكم موجود في جميع بلديات الوطن، وبالتالي إذا حصل في كل بلدية على حدة نسبة معتبرة فإن مجموع هذا سيكون أكثر من الصفر. لاحظ معنا أي حزب اختاره من المعارضة لا يوجد تمثيله، في أحسن حالات يوجد تمثيله في عاصمة الولاية إذا كان حاضرا بقوة، وبالتالي من المفهوم أن يتغلب الحزب الحاكم بحضوره، هذا فضلا عن المساعدة التي يقوم بها وجهاء نواكشوط المنحدرين من تلك المناطق وعودتهم و المساعدة المعنوية لهذا الحزب والمادية والتي ليست في صالح المعارضة. فيما يتعلق بهذه النقطة المتعلقة بترهيب مواطني الداخل من المعارضة، هل لها علاقة ربما بغياب المعارضة عن الداخل، بعدم قدرة المعارضة على الحضور في المناطق الداخلية، أم أنه ضعف المعارضة هو الذي يفسر غيابها عن تلك المناطق؟ أولا يجب أن نتوقف عند كلمة ترهيب، لأنه لا يوجد اتفاق في بنفس الدرجة عليها. في النهاية كل مواطن يقف وحيدا وراء ستار، وبالتالي لا يوجد ما يرهبه، ولكن الأمر يتعلق بخطاب. أنا أقدم خطابي أنا كموالي، أحيانا أقدمه أن لائحتي ستكون لائحة تنمية، وأحيانا إن لم تصوتوا، إذا إن صوتوا المعارضة فقريتكم ستمنع من الماء، ستمنع من الكهرباء، ربما ابنكم المعين في المكان كذا تتم إقالته، وهذا مجرد خطاب. في النهاية هناك قد يتم رفضه في بعض الأماكن، لكنه في مرحلة ما يصل لمرحلة الترهيب. هنا فقط أسأل عنه، هل هذه النقطة هي التي تفسر غياب المعارضة عن مناطق الداخل؟ نلاحظ أن المعارضة غائبة تماما عن مناطق الداخل، نتحدث عن البلديات. الغياب من 2018 من 2017 من 2016 تذكر معي 2016 لو أعدنا الشريط إلى الوراء 2017، هل يوجد تمثيل حقيقي لأحزاب المعارضة في بلديات ريفية في الداخل؟ لا يوجد، باستثناءات قليلة. وهل يوجد في مقاطعات ليست عواصم ولايات؟ في حالات نادرة يوجد في عواصم ولايات، وبالتالي هذا الغياب هو الذي يؤثر على المعارضة، أثر عليها العجز المادي، أثر عليها أيضا قوة إعلام النظام والحزب الحاكم، استثمر في هذا الإعلام كثيرا، وبالتالي وسط عجز المعارضة عن توفير وسائل كافية لحملتها تطل قادرة فقط على إعداد حملة محكمة في نواكشوط وفي دوائر التي يمكن يصلها الإعلام الحديث مثل فيسبوك واتساب وغير ذلك، وفي باقي الدوائر يبقى خطاب التقليدي القبلي. أنا لست مع الذين يقولون أنه توجد مناطق وعي ومناطق لا يوجد في وعي. في النهاية الأمر يتعلق بتسويق الخطاب. أعتقد أن المعارضة لم تنجح في كسر في تكذيب قصة الترهيب والترغيب. لو استثمرت المعارضة في تكذيب هذه القصة، قصة الترهيب التي يتم الحديث عنها والترغيب، لا كسبت أماكن هامة في الريف، ولكن نجح النظام في تسويق أن من صوت له سيجد تنمية، ومن صوت ضده سيجد الخسران وربما الحرمان من بعض الخدمات وغير ذلك. هذه أمور لا تتفق عليها أطراف المختلفة، ولكن يجري الحديث عن هذا. حتى الرئيس وصف في خطابه في النعمة قبل الحملة، وصف المعارضين أو المغاضبين ببعض الصفات، أنهم يدعون إلى صفات معينة. الآن قبل أن ندخل في نقاش موضوع البرلمان وفوز الحزب الحاكم بهذا العدد الكبير من البرلمانيين، لو تحدثنا قليلا عن خسارة الحزب الحاكم لبعض المناطق كتجنين مثلا، هل له علاقة ربما بالنقطة التي أشرت لها قبل قليل والمتعلقة بهجرة الناخبين؟ هل وظفت المعارضة هذه النقطة مثلا؟ نلاحظ أن المعارضة
بدا ان لها حضور قوي في بعض المناطق التي لم تكن معهوده انها فيها، هل وظفت المعارضه هي الاخرى موضوع الهجره هذا؟ انا اعتقد ان الامر ان في تجني وفي عرفات ركز النظام كثيرا على هاتين الدائرتين على غير عادته، واعتبرهم اعتبر ان كسبهما فوز وتحدي، ولكن الموضوع يتعلق بمستوى من 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 مواكبة جماهير هذه المناطق لخطاب المعارضة ومسايرتها وقدرة المعارضة على توصيل خطابها. من بقي من الساكنة فهم استوعب ومال أكثر إلى خطاب المعارضة عن خطاب النظام. صحيح أثرت الهجرات الانتخابية الكثيرة التي عملت استنزافا في دائرة نواكشوط إلى الداخل، عملت في أن تسيطر المعارضة على دوائر نواكشوط سواء في التشريعيات وفي البلديات، وهددت فوز الحزب الحاكم الجهوي. أشكرك، نأخذ فاصل قصير ثم نعود بعده للنقاش. مشاهدينا الكرام نأخذ فاصل قصير ثم نعود، لا تذهبوا بعيدا. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامج المشهد التي نخصصها للقراءة في نتائج الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية على ضوء النتائج التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. معي في هذه الحلقة سيدي محمد والبلعمش، المدير الناشر لموقع مراسلون عفوا. أهلا وسهلا من جديد. أهلاً. حزب الاتحاد من أجل الجمهورية صحيح أنه حقق فوزا كبيرا فيما يتعلق بمقاعد البرلمان، لكنه فشل في تحقيق هدفه المتعلق بالحصول على الثلثين من هذا البرلمان. برأيك هذا المعطى إلى أي مدى يؤثر على قدرة الحزب داخل البرلمان في تمرير برامجه، خصوصا أنه البرلمان الجديد يضم قائمة من كبار المعارضين المعروفين؟ أولا الحاجة إلى الثلثين تكون في حالات خاصة، يعني تكون في حالات تغيير دستور، في حالات استفتاء، في حالات استثنائية. لكنها كانت هدف وأعلن عنه الحزب. الحزب أنكر أن يكون أحدا تحدث عن الثلثين حسب ما قال رئيسه الأستاذ محمد محمد. عموما جرى حديث واسع عن قصة الثلثين وإمكان تعديل الدستور وأن البرلمان القادم وأن اهتمام الرئيس به يتعلق بحصد بسقف يتعلق بالثلثين. يعني هذا حديث عام. صحيح الحزب الحاكم لم يحقق الثلثين لأكثر من السبب، وكان يخشى أن لا يحصل على النصف، والآن لديه 93 نائب عفوا لديه 89 نائب، يرجح أن تكون لديه الأربع نواب المتبقية المتعلقة بنواب موريتانيين المقيمين بالخارج. الثلثين سيكملهم ستكتمل لديه من خلال أحزاب الأغلبية لديك الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم 6 نواب، لديك حزب الكرامة 6 نواب، وأحزاب أخرى لديها 2 و1 وغير ذلك. الثلثين أعتقد يكون 105، من حصد 105 104 يكون قد حصد الثلثين. أنا أعتقد أن النتيجة التي حصل عليها الحزب الحاكم فاقت التوقعات، يعني فاقت ما كنا نتوقعه له، خصوصا في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، في ظل مشكل المشاكل التي يعاني منها الشباب، البطالة، الأسعار،
قلت الأمطار وعدم تعاطي السلطات مع هذا الموضوع مع موجة الجفاف. من حسن حظ النظام أن الانتخابات حصلت بعد أمطار هامة وأثرت نفس شهدتها مناطق واسعة من البلد وأثرت هي نفسها على الانتخابات. سيبقى ما يميز هذه النتائج هذه الانتخابات أنها صحيح المعارضة قلة وخاصة المعارضة الرافضة للحوار. يعني المعارضة التي توصف براديكالية. هذه المعارضة قليلة ولكنها نوعية. أعتقد أن البرلمان الجديد تدخله أسماء لديها قدرة على المحاججة، لديها قدرة على إحداث خطة سياسية ورمي حجر بالبركة حتى يلقى صدى، وبالتالي قد تكون أدرى سياسيا، أدرى بالتجربة من النواب الحزب الحاكم والموالين له. هؤلاء لا أعتقد أن إذا استثنينا اسم أو اثنين أو ثلاثة لا تجد مجربين، لا تجد خبراء في المحاججة السياسية والمنافحة والمجادلة. إذا نحن أمام برلمان غير متكافئ كيفا ولكن غير متكافئ كما. فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت لها في بداية حديثك، إذا ما الذي يفسر فوز الحزب الحاكم بهذا العدد الكبير من المقاعد انطلاقا من النقاط التي أشرت لها، موجة الجفاف، ارتفاع الأسعار إلى آخره، انطلاقا من كل هذه المشاكل، ما الذي يفسر إذا حصد الحزب الحاكم لكل هذه المقاعد؟ الأمر لديه جوانب نفسية متعلقة بالإنسان الموريتاني بطبعه الإفريقي العربي الذي يرضخ للسلطة ولحزبها وللموالي فيها. هناك بعض الدوائر التي لا يحتاج للحزب الحاكم لكبير جهد لكي يقنع سكانها. إذا هناك استعداد نفسي في موالاة حزب الدولة لدى بعض المناطق. أيضا هناك الرئيس الجمهورية رمى بثقله في الموضوع وقام بحملة غير مسبوقة لم يقم بها سنة 2013 و2006 حينها كان عسكريا. إذا لم يقم بها سنة 2013 فهي غير مسبوقة، ولم يقم بها رؤساء من قبله في الانتخابات البرلمانية. هذا الحضور المشاكل اليومية التي عانى المواطن لم تستطع المعارضة أن تقدمها، وبالتالي المواطن ينسى عنها بسهولة، خصوصا إذا لم يجد من يذكره. إذا توفرت لديه وسائل مادية من فتات الحملة يمكن أن يشتري بها الأرز، يمكن أن يشتري بها حاجياته اليومية، وانطلاقا من هذه ولا يجد من يذكره بمشاكله بهمومه بصحته، وبالتالي فإنه يرتاح لهذا الشخص الذي يقدم له مثل هذه المساعدات. طبعا نحن نتكلم عن أشياء عامة. وانطلاقا من هذه النقطة، هل هو يعني فشل المعارضة أو عدم قدرتها على تقديم خيارات بديلة، أم أنه يعني استعداد الذي تحدثت عنه، الاستعداد النفسي المسبق لدى المواطن في دعم الحزب الحاكم، هل أيهما أثر على فوز الحزب الحاكم بهذا العدد؟ أنا لا أعتقد أن الأمر يتعلق تماما بسيكولوجية الإنسان المقهور، لأن هنالك خلاف حول هذا الوصف. الأمر يتعلق بأن المعارضة لم تقنع مواطن الريف، لم تقنع مواطن الداخل بما تتوصل، ما أقنعت به مواطن واكشوط من تدهور الأوضاع، من خلل في التسيير، من خلل في الترتيب. إذن وهذه مشكلة تكاد تكون عامة، أن جميع المواطنين ليسوا على نفس درجة من الاطلاع، وبالتالي تجد تفاعلهم مع النتائج غير متساوي. بعض الأحيان يكون الاختيار القبلي أو الاختيار السياسي موفقا للحزب الحاكم، وبالتالي فهو يختار ابن القبيلة السخي الكريم وابن المنطقة الذي لديه أبناء عمومة كثر، وبالتالي
تكون فرصه في النجاح أكثر. أكثر. إذن الأمر لا يتعلق برامج سياسية في هذه الدوائر، وإنما يتعلق بالفلانيين والفلانيين. هذه دوائر خاصة واستثناءات، ولكن من المؤكد أن المعارضة عجزت عن توصيل خطابها الذي أقنعت به بعض المواطنين واكشوط أن توصله إلى المناطق الداخلية. الداخلية. فيما يتعلق بموضوع البرلمان قبل أن أبتعد عنهم، هذا العدد من البرلمانيين الذي حصل عليه الحزب الحاكم وحصلت عليه أحزاب الأغلبية التي ينتظر أن تدعم خيارات الحزب الحاكم داخل قبة البرلمان، إلى أي مدى يقربنا من موضوع المأمورية الثالثة وما يدور في فلكها؟ أنا أعتقد أن هناك تحضير ما لا أعرف ملامحه لشيء يمكن تغييره من خلال البرلمان. لا أرى أنه يتعلق بالمأمورية الثالثة تماما، على الأقل المأمورية الثالثة المباشرة، ولكن قد يتم تفعيل بعض النصوص المتعلقة بمن يخلف الرئيس في حالة العجز والاستقالة. هل ننتظر نائبا للرئيس؟ نعم، نائبا للرئيس في حال عجز الاستقالة. كان في بحضور مجلس الشيوخ السابق كان نائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ، هو الذي يخلفه في حالة الوفاة وفي حال العجز وفي حال الاستقالة. الآن لا يوجد لدينا من يخلف الرئيس في هذه الحالة الثلاث، وبالتالي ستكون بحاجة ماسة إلى من يخلف الرئيس. من يخلف الرئيس يتعلق بسيناريو آخر، أنه يأتي مترشح من النظام يستقيل بعد أشهر فيخلفه رئيس برلمان، ثم يمكن مأمورية ثالثة. سيناريو مختلف تماما عن المتوقع من موضوع أنا لا أعتقد الثالث. أن مأمورية ثالثة ستكون مباشرة، لا أميل إلى هذا الشيء. المأمورية الثالثة قد تكون ولكن لن تكون مباشرة. لن تكون مباشرة. الجانب المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وما أثارته بعض النتائج من جدل، نتحدث عن الميناء، نتحدث عن مناطق في تيرس مثلا ومناطق أخرى، هل برأيك كانت وفقت المستقلة للانتخابات في إدارة الشوط الثاني من الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية؟ هل استطاعت السيطرة على الجانب المتعلق بالتزوير؟ لكي نحكم على اللجنة المستقلة للانتخابات يجب أن نتساءل، هل أعطي للجنة المستقلة للانتخابات الوقت الكافي للتحضير؟ هل أعطيت لديها الموارد والآليات الفنية للتحضير الجيد للموضوع؟ أعتقد أن هذه الأمور لم تجدها اللجنة المستقلة، لم تجد وقتا كافيا ولم تجد دعما ماديا كما شهدته في الفترات السابقة. مع ذلك هنالك خلل في المنظومة الانتخابية في موريتانيا الآن، لا يتعلق فقط بمسؤولي اللجنة المستقلة للانتخابات وإنما يتعلق برئيس مكتب. هب معي أن مسؤول مكتب ما قام بتزوير محاضر، هذه مسؤولية تتعلق بموظف عمومي، أستاذ أو طبيب أو موظف في دائرة عمومية ذهب به التفريط في المسؤولية إلى تزوير محاضر. كان يجب أن تتخذ الآليات لمنعه من هذا الشيء احتياطات، واتخاذ المنظومة الانتخابية لا توجد فيها روادع من هذا الشيء، وبالتالي المشكلة وهي الكارثة أن تكون اللجنة المستقلة للانتخابات شريكا في هذا الأمر. لا أعتقد أن أحدا اتهمها بهذا الشيء، ولكن هنالك اتهامات لبعض رؤساء المكاتب بالتغافل عن التزوير. يعني التزوير احنا حين نسميه التصويت أكثر من مرة لشخص واحد، أو تغيير في محاضر اتهمتها به بعض أطياف المعارضة. أعتقد أنه في ظل وعلى حد ما سمعنا من عيوب هذه اللجنة أنها قامت بأحسن مما كنا نتوقع منها. هذه لجنة الأقارب التي كنا نتكلم عنها، هذه لجنة ليست مستقلة، هذه لجنة تمثل أطيافا سياسية موالية ومعارضة محاضرة، وبالتالي هي ليست مستقلة كامل استقلال. مع ذلك قام رئيس اللجنة بأدوار إعلامية أو تمثيلية خدمته كثيرا، نزوله لكي
يلتقي بزعماء المعارضة، هذا أمر جيد، هذه مرونة عبر عنها. اتضحت هذه النقطة. لدي نقطة أخيرة أريد أن يعني يسلط عليها القليل من الضوء قبل أن أختم، لم يبقى لدي الكثير من الوقت. رئيس اللجنة تحدث في كلمته عن نقاط قال إنها ميزت هذه الانتخابات، أريد أن أعرف رأيك فيها. قال إن المشاركة التي وصفها بغير المسبوقة في هذه الانتخابات، في هذه الاستحقاقات الانتخابية، وما وصفه بهبوب رياح الحداثة على المشهد السياسي الوطني وتزايد الوعي السياسي للمجتمع الموريتاني، هل يعني هل عكست هذه الانتخابات فعلا ما تحدث عنه الرئيس؟ جميل، أنا أعتقد أن خطاب رئيس اللجنة الوزير محمد البلالي يتعلق بمرونة الرجل وبكسره للجمود، يعني شخص إعلامي متفاعل يخرج الأفكار والاستنتاجات لكي يرطب بها الأجواء العامة، وهذا مشابه تماما لمرافقته لزملائه في المعارضة من أجل يدخل مكتب الجيش. يعني أعتقد أنه موفق في بعضها، حيث اعتبر أعطى مثلا أن بعض رواد مدوني فيسبوك دخل البرلمان، وربما قدم هذا المثال وهو مدون، هو من نفسه مدون، كعربون صداقة مع المدونين الذين أصبحوا يمثلون كتلة إعلامية هامة هو يعرف يحسب لها حسابها. أشكرك سيدي محمد والبلعمش المدير الناشر لموقع مراسلون، اجتمعنا في هذا العدد من برنامج المشهد. شكرا جزيلا لكم أنتم مشاهدي الكريم على حسن المتابعة، إلى أن نلتقي في عدد جديد. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا وإلى اللقاء.